بودكاست 24 يقدم كل وقت وله أذان مع مصطفى سعيد. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلة كل وقت وله أذان. كل النغمات السابقة باستثناء العشاء كان مقرها من الدجاة، والدجاة أكثر الدرجات استقرارا للمقامات، لكن في أذان المغرب يختلف الاستقرار، يستقر على السجاة الدرجة الثالثة، نغمة هادئة كأنما تقول سننهي يوما ونبدأ دورة زمنية جديدة بيوم جديد. والمغرب في رمضان نذير الإفطار بعد يوم صيام طويل، لذا فهذه الأبعاد والاستقرار اللطيف خير معبر عن هذا. وعلى سيرة رمضان نستمع إلى شكل آخر من الأذان الجماعي، وهو الرد، أي أن منشد واحد فقط يؤذن والمجموعة ترد عليه. أذان لليلة القدر للاجتماع والاحتشاد للذكر في المسجد، وأحيانا كان يؤذن في سائر العشر الأواخر من رمضان، مسجل لمجموعة مؤذني المسجد الأموي بدمشق للإذاعة السورية. نختم به حلقة اليوم. الله أكبر 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 أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله